اللحظات الأخيرة فتحت البوابات وبدأ التنافس ما بين جياد وأفراس الإنتاج. عمر السنتين التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة، جائزة عبد الله بن حسين بن جريس رحمه الله من أهالي العمارية، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، مستند في مقدمة هذه الجياد بطول كامل. بشيرة في المركز الثاني، الأكن في المركز الثالث، منافسة قوية. النماص في المركز الرابع، منافسة ما بين هذه الجياد والأفراس. مهور الوطني المنتج محليا، أشاهد مرجح يتقدم للمركز الرابع، فيما مستند ابن الحراك في المركز الأول. المنعطف الأول لهذه المهور، مهور ومهرات الوطن بطول ونصف الطول تقريبا. مستند هو صاحب الانطلاقة وصاحب المركز الأول. بشيرة في المركز الثاني من نسل الأجزل، مرجح يحاول التقدم، يبتعد بنصف طول عن بشيرة صاحبة المركز الثاني. ومنافسة على المركز الثالث ما بين النماص والأكن في هذه اللحظات تحديدا. باشت الميدان من الداخل تتقدم، ومستند ما شاء الله تبارك الله يستند بعدد كبير من الأطوال. مستند هو من يحسم هذا الشوط بالمئتين متر الأخيرة، وما شاء الله تبارك الله عدد كبير من الأطوال. ابن الحراق من الأم سيليكا كيسيليكا هو صاحب المركز الأول، صاحب الانتصار في هذا الشوط، والمركز الثاني لعياد الخير، والمركز الثالث